السلام عليكم إخوان، أنا أمين العرفاوي. دابا أنا كنعيش في أزمور، وكان وقع لي حل المشكل ديال السرقة، وجاب الله السبب أمرت. انا كيفاش وقع لي المشكل ديال السرقه؟ انا خوتي كانت عندي محلابه بحالي بحال الناس. انا كنت رزق في الله تقريبا دابا شي عام ديال الايام بحال مكا. كنت انا خدام بحالي بحال الناس، كنت رزق الله، وتقريبا كنبقى في هذيك المحلابه، كنتعطل فيها نبقى فيها حتى لجوج ونص ثلاثة يوميا. تقريبا كنبقى معطل بحال هكا. واحد النهار تقريبا بقيت معطل حتى الثلاثة ديال الصباح. ما كنتش ضامن في بالي بلي غنوقع لي انا هذا المشكل كامل. بقيت بحال هكا خدام بخير، ملي ساليت وجمعت وقضيت المسائل ديالي، يلا غادي نخرج نهبط للدار. وقفت عليا طوموبيل دار معايا واحد السيد من، قال لي اخويا واش باقي عندك شي خبز، باقيش عندك ما يتكال؟ قلت له اخويا لك غنشوف لك، الا لقيت لك شي حاجه راه غنعطيك، ماشي لقيت شي حاجه راه غنعطيك خبز. ملي حليت رجعت بسمت الباب شويه ديال المحلابه ورجعت بغيت نعطيه الخبز، كان استضاف باللي راه هما شفاره وجابدين السيوف عليا. قال لي اخويا غتحرك غنقتلك لك، ولا غنشقك ولا غندير لك شي. ملي كنت لفت كنلقاهم ثلاثه جوج سيفو وجنويه هزينهم عليا، ما فهمت انا حتى حاجه. ملي وقع لي انا داك المشكل داو لي 8000 درهم 160000. تصدمت مع ديك الخلعه وداك الشيء، صدمه ماشي شي صدمه اللي غنقول لك، شي صدمه اللي بنادم غيقدر يتجاوزها ولا شي حاجه، شي صدمه الله يستر خايبه. ما بعد ملي وقع لي انا داك المشكل مشيت للدار. تقريبا هذيك الليله كيفاش عشتها شنقول، ما نقدرش كيفاش عشتها. لا اله الا الله. تخيل انا في الدار، مشيت للدار وبقاو كيتخايلوا ليا، بقاو كيتخايلوا ليا بحال لي الله وقع لي انا المشكل، بحال لي الله وقع لي المشكل، بحال لي هذيك الساعه باقين قدامي. انا مشيت للدار من المحلبه، مشيت للدار وتخيل هذوك كيفاش تعاملوا معايا في هذيك اللقطه، ما بغاش تنسى ليا كيفاش مشيت للدار وبقاو كيتخيلوا ليا. تقريبا بقاو كيتخيلوا ليا صافي. تصدمت خطره واحده، وقع لي المشكل اللي مرت فيها تقريبا شي 35 يوم. بعد هذه ما كناكل ما كنشرب 35 يوم مع الصدمه ومع الخلعه الخوف. داكشي ما عمر وقع لك شي مشكل، وملي وقع لك المشكل صدمة. أول حاجة الصدمة، ثاني حاجة الخوف، ثالث حاجة ما عمر شي مرة وقع لك شي مشكل بحال هذا. تصدمت، ما بقيتش أصلا. أنا كلت ما بقيتش شربت ما حتى حاجة. الصدمة تصدمت، ديك الخلعة وديك الصدمة هي اللي مخلاتني تمرت فيها. مرت فيها ومشيت فيها السبيطار كوما 5 أيام في المستعجلات في الجديدة. اش غنقول لك؟ لا اله الا الله. هذاك الشيء انا اصلا ما فهمتش ليا. ودابا كنادي اخواننا المحسنين يتعاونوا معايا، راني محتاج يتعاونوا معايا في الترويض ويتعاونوا معايا في الدواء. لهلي كتب على شي مسلم بحال هادشي اللي وقع لي انا. كنطلب من عبد الله لهلي كتب على شي مسلم بحال هادشي اللي وقع لي انا. محتاج، عندي الدواء، عندي الترويض، كنطلب من المحسنين يعاونوني، كنطلب من السلطات دير خدمتها، كنطلب من السلطات دير خدمتها، كنطلب صاحب الجلاله محمد السادس يشوف فيا ويعاونني، كنطلب صاحب الجلاله محمد السادس يشوف فيا ويعاونني، كنطلب نداء خاص لصاحب الجلاله محمد السادس، نداء خاص صاحب الجلاله محمد السادس، نداء خاص صاحب الجلاله محمد السادس، نداء خاص صاحب الجلاله محمد السادس، ونداء خاص للسلطات اللي خاصها دير خدمتها في دكالة، خاصها دير خدمتها في دكالة. الشباب ديال دكالة كيضيع بالسرقة، بالتعدو، بالحقرة، بأي حاجة. الشباب ديال دكالة كيضيع بالسرقة، الناس كيضربوا، بنات ولاد، شياب نساء ورجال كيضيعوا، كيمشي لهم رزقهم بسبب الكريساج، بسبب شل الحوايج
بسبب الخدمه ما كايناش، بسبب شي اللي حوايج الناس كيتكريسي والناس كتموت، ناس كتضيع. من راسي انا الاول، ها انا دابا ما بقيتش كنقدر نوض، دابا ما ديك الخلعه اللي كانت فيا، دابا العصب ديال رجليا تكمش ليا، العصب ديال رجليا تكمش ليا بديك الخلعه، العصب ديال رجلين تكمش ليا دابا مع مريح ما كنوضش، دابا الضفران دخلوا ليا في اللحم. كنطلب من صاحب جلاله يتدخل في هذه القضيه، كنطلب من صاحب جلاله محمد السادس نصره الله وعاش الملك يتدخل في هذه القضيه ويشوف من حالنا. انا ما عنديش باش ندير ترويد، ما عنديش باش نشري الدواء، انا ما عنديش باش ندير ترويد وما عنديش باش نشري الدواء. كنطلب من صاحب جلاله محمد السادس يتدخل، كنطلب من صاحب جلاله محمد السادس يتدخل. ما انا فاش غنديكلاري ديك الساعه اللي غديكلاري فيها انت مصدوم، كي غدير ما عن شكون غي ديكلاري؟ دابا اصلا هذيك البلاصه الحد ولاد فرج خايبه كامله شفاره، الحد ولاد فرج كامله فيها الشفاره صافي، الحد ولاد فرج كلهم تقريبا اغلبيه. مؤخرا شحال ضرب من واحد، شحال قتلوا من واحد مؤخرا، شحال قتلوا من واحد في الحد ولاد فرج، شحال من واحد قريسه مؤخرا قتلوا واحد ولا عوف حفره مؤخرا؟ شفتوا انا في الفيسبوك شحال من واحد قريسه، شحال من بنت اغتصبت، شحال من واحد شيباني، شيباني حسره جهه السوق ما راس ماله 200 درهم ولا 150 درهم وكيقدروا يهرسوه ولا يقتلوه ولا شنو الديوالي. كنطلب من صاحب جلاله يتدخل، كنطلب من صاحب جلاله يشوف هذا الفيديو ويتدخل ويعاوننا باش تصابيت. اش غنقول لك اخويا؟ ماشي اش غنقول لك، واش بنادم واش ما فهمتش انا؟ تصابيت كوما، اول حاجه كوما، اول حاجه عندنا كوما في السبيطار، خمس ايام مستعجله ديال الجديده، خمس ايام السبيطار ديال المستعجله الجديده، خمس ايام كوما، ما كناكل ما كنشرب، وديجا ما كلتش تقريبا شي 35 يوم. بهذيك الصدمه اللي وقعت ليا ديال هذيك السرقه اللي وقعت ليا ديال هذوك الناس اللي هاجموني وداروا عليا ديك، داروا لي ديك الحاله. الله يدير شي تاول ديال الخير، وكنطلب من الله من المحسنين يعاونوني، وكنطلب صاحب جلاله محمد السادس، كنطلب صاحب جلاله محمد السادس نصره الله اياده. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.